من هذا الطريق عبرت قوة الجيش الوطني إلى سوق الاثنين الاستراتيجي في مديرية المتون بمحافظة الجنوب، حيث تحدثت المصادر الميدانية أن المديرية شهدت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين. وتمكن الجيش من تحرير أجزاء واسعة من المديرية التي تعد واحدة من أكبر مديريات المحافظة بمشاركة طيران التحالف العربي الذي شن غارات مكثفة ودقيقة على مواقع وتعزيزات الميليشيا. المتحدث باسم المقاومة الشعبية في المحافظة سرد تفاصيل حول تقدم كبير للجيش والمقاومة، مؤكدا سيطرتهما على ما يقارب 15 قرية كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية. السلاحات سوق الاثنين تم تجاوز قرية البخيته في نصر تاريخي. من جانبه أكد قائد المقاومة الشعبية في محافظة الجوف محمد أبو راسية أن المقاومة ستستمر في تقدمها ليس في هذه المحافظة فقط. نواصل الزحف بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نحرر كل أرجاء اليمن وليس مديرية المتون أو الجوف. وبالإضافة إلى تأمين سوق الاثنين استعاد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مناطق وقرى عدة، كما أكدت مصادر ميدانية أنه تم تحرير 21 أسيرا من المقاومة كانوا أسرى في مدرسة السراحات بمتون الجوف التي حولتها الميليشيا إلى معقل للسجن والتعذيب. المعركة التي حققت إنجازا كبيرا للجيش الوطني باتت تقترب أكثر من محافظة صعدة معقل الميليشيا الرئيسي، خصوصا وأن سوق الاثنين يعد من المناطق الرابطة بين محافظة الجوف ومحافظة صعدة.